فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، وبعدما بدأ في العمل تبين لي أنه نصيري علوي، فهل أقطع المعاملة معه وأستبدله بغيره، أم يجوز لي أن أجعله يكمل عمله؟ أنت عقدت معه وهذا عمل كهرباء، ما جئت به لعبادة أو وكلته في حج أو وكلته في عبادة، أنت جئت به لعمل مباح، ما يجوز لك أنك تقطع العقد، يكمل العقد الذي جرى بينك وبينه. نعم.